صباح الخير، صباح المحبة والعافية على كل مشاهدي قناة دجلة الفضائية. عيدكم مبارك وينعاد عليكم بالصحة والعافية والبركة. أكيد العيدية لها نكهتها الخاصة وتتميز من عيد إلى عيد. خلينا أنا وياكم نشوف آراء الناس عن فرق العيدية قبل عن هسه وش قد تاخذوا عيدية. خليكم ويانا. ينعاد عليش بالصحة والعافية إن شاء الله على الجميع وعلى العراق إن شاء الله وعلى أهلنا كلهم وين ما كانوا. أريد أعرف من عندك عيدية قبل شو اختلفت عن هسه؟ عيدية قبل إلها قيمة وحلوة تجي من الكبار والصغار، بس عيدية هسه ما يعني تاخذيها بدون فائدة. يعني الاختلاف القلب اختلفت اللي حتى لو كانت هي مو بقيمتها، أي بس ببساطتها. نضال، ايش وقت اخر مره اخذتي بها عيديه؟ لا هذاك العيد. اي ما طوني 300 دولار. كل عام وانت بخير وعساك من عوان. حبيبتي وانت بالف خير وان شاء الله الشعب العراقي بالف خير. الاماني لك يا ربي. ارنين، اريد اعرف من عندك ايش وقت اخر مره اخذتي بها عيديه؟ هذا العيد. من الاهل اكيد. والدتك ووالدك؟ من والدي. كل عام وانت بخير. وانت بخير. ينعاد عليك بالصحة والسلامة. ينعاد عليك. انت بالمدرسة؟ ها؟ بالمدرسة؟ اي. يا صف؟ رابع. كل التوفيق اليك، وشنو ناوية تصيرين من تكبرين؟ محامية. محامية، حلو. كل التوفيق وان شاء الله تصيرين محامية. تيا، اريد اسألك، اخذتي عيدية لو لا؟ اي اخذت. ايش قد كانت؟ 25 من ابوي. من بابا بس؟ اي. ماما ما ماما حطت عيديه؟ هي نفس ال 25 لو غيرها؟ لا غير. زين، ايش قد مجموع العيديه جمعتي لحد هسه؟ ما اعرف، ما حسبتهم. ما حسبتيهم؟ اي. كل عيد انت تاخذين عيديه من بابا لو بس هذا العيد؟ لا كل عيد. بس من بابا وبابا؟ وهم يعني بيت جدي وهم. بيت جدي يطلش عيديه؟ اي. كل عام وانت بخير حبيبي. مرحبا. مرحبا. شنو اسمك؟ اسمي تيم. تيم، تيم شلونك؟ تيم باوع الكاميرا. تيم، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. تيم احكي لي، اخذت عيدية؟ اني؟ اي. ايش قد كانت؟ 10,000 لي الاولى اكبر منها. 10,000 وهي 25؟ اي. شنو السبب؟ اصغر مني يعني. ها يعني الاصغر ياخذ عيدية اكثر. اي هو. كل سنة تاخذ عيدية؟ كل سنة اي اي بعدني صغير، من اكبر ما يصير بعد. زين، تيم منو تحب تعايد بالعيد؟ بيت جدي كلهم وهاي. كل... كلهم احب اعايد، كل خابرة وهاي. عندي اصدقاء عايدهم اطلع بالعيد اتونس. من صديقك اللي تقول له كل عام وانت بخير من خلال قناه دجله؟ هو مو صديقي، ابن عمتي ادم. كل عام وانت بخير ادم. انت بخير ادم. ألف خير، ينعاد عليك بالصحة والسلامة، لكن خليني أسألك بالبداية عن العيدية. وأنت بألف خير إن شاء الله، والأخ بألف خير، والعراقيين طبعاً بألف خير، ونقول لكم عيد مبارك علينا وعلى المسلمين أجمعين، وأسلم على أهلي بالفلوجة، وأسلم على أهلي الأنبار والصقلاوية، وأقول كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. هم بألف خير، أكيد كل محافظاتنا بالعراق. اريد اسالك عن العيديه، اختلفت العيديه قبل عن هسه؟ خصوصا انت ذكرت انه انت من محافظه تتميز بطابع عشائري، فغالبا تكون لمة الاهل والاصدقاء بايام العيد. انت هسه حاليا انطيت عيديه لو اخذت عيديه بالبدايه؟ لا والله هسه انا جاي انطي عيديه، العيديه للجهال والاطفال يعني، بس قبل ما حد كان ينطينا عياد، كان الظرف صعب يعني، بس احنا بدينا نشتغل والحمد لله احنا جاي ننطي عياد يعني. اخر مره اخذت عيديه؟ والله ما اتذكر يعني، بالطفوله يعني، بالطفوله والله ما اتذكر والله. مرحبا. مرحبا. شنو اسمك؟ جنة. اهلا جنة، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير والشعب العراقي كله بخير. جنة، اخذتي عيديه لو لا؟ اي اخذت. ايش قد كانت؟ 10. 10,000؟ من انطاك اياها؟ بابا. كل عيد انه الوالد ينطيك عيديه لو بس انه بين عيد وعيد؟ لا كل عيد.
لا الأقارب. كل عام وانت بألف خير، ينعاد عليك بالصحة والسلامة طيب. وانت بألف خير أجمعي إن شاء الله يا ربي. طيب أريد أعرف من عندك عن العيدية، اختلفت عن قبل لو هي نفسها نفس نكهتها، لو شنو اللي تغير؟ والله نفس الشيء، احنا بعدنا عدنا العيدية لازم ننطي للأطفال، يعني لازم، يعني هي نكهة العيد بيها. هذه من ضمن عاداتنا وتقاليدنا انه العيدية. انت شو وقت اخر مرة اخذتي بيها عيدية؟ ما اتذكر، من صغيرة. اي لا بعدني. شو تحبين تعايدين وتهنين بمناسبة العيد؟ طبعا عايد اهلي، امي وابويا وخالتي وزوجي واولادي والشعب العراقي. وزوجك لازم ما تعيدي لحد ما ينطيك عيديه بالعيد مو؟ اكيد. وانت بألف خير، الله يسلمك. كل عام وانت بخير، ينعاد عليك بالصحه والسلامه. وانت بألف خير، شكرا شكرا يا رب. عشان تعرف من عندك منو تحب تعايد وتهني بالعيد؟ يعني هذا اول عيد لي وحسوني ابني وياي، يعني هالسنه اول عيد لي، عمره صار شهرين، يعني اول واحد اعايده هو، لان هو روح من الدنيا، بعدها والدتي وابوي وزوجتي، وهنا يعني كل اصدقائي يا رب اتمنى لهم الصحه والموفقيه ومن نجاح الى نجاح. اكيد العيد راح يكون فرحتين ويا ابنك، الله يحفظه لك. اريد اعرف من عندك العيديه قبل شنو اختلفت نكهه العيديه قبل عن هسه؟ والله العيد بكل شيء اختلف، يعني صراحة، يعني احنا كنا ثاني العيد يجي يوم يوم، هسه صار يوم، يعني يوم عادي، يعني لو ما احنا نطلع ونتونس وهاي، كنا اطفال، يعني الاب بيبيته الله يرحمها كانت تعزل لنا عيديتنا واحد، جده كان هو، يعني هي مقدار العيدية 1000 دينار بس، يعني تعادل فتشي كلش كبير عندنا صراحة، نكهتها فتشي كلش، والله يعني فتشي، نروح نلعب بالمراجيح، هسه مع الاسف صارت ظاهرة، يعني مسدس ابو الصجم بيد الاطفال، اطفال هواي يعني راحت عيونهم وهاي، يعني اتمنى من كل سلطاتنا ببغداد او كافه العراق خاصه المناطق الجنوبيه وبغداد، يعني منتشره بها هاي الظاهره كلش قويه، نتمنى منهم ان اللي عنده هاي اللي يبيعها الاسلحه مال الاطفال مال الصجم يكون يلغيها هاي السالفه او يعاقبوه. هواي ده السبب، يعني تلاحظين تشوفين مستشفى اليرموك او ذني المستشفيات اللي عندنا تنمني بالعيد بالاطفال بسبب صجمه هنا بعينه، صجمه بوجه، صجمه بوجه، يعني هاي ظاهره صراحه سلبيه جدا جدا سلبيه. طيب اريد اعرف من عندك اخر مره اخذت بيها عيديه شو وقت كانت؟ والله اخاف احكي، اخاف هذا العيد راح. اي والله. كم كانت العيديه؟ والله الوالد صمتنا ب 5000 خلانا نستقر يعني بيها. اي والله هاي شفت وين عيديه؟ زين انت تطلع عيديه؟ والله هسه من تزوجت بعد لازم اطلع هاي، كبرنا بعد. اللهم الله ودي سامحك. هلا هلا. إذن مشاهدينا الأعزاء، شاهدنا وإياكم فرحة أهالينا في مدينة أربيل بمناسبة العيد، وأكيد العيدية صارت من ضمن عاداتنا وتقاليدنا. كانت معكم آية الشمري لقناة دجلة الفضائية، وهذه عودة للزملاء بالاستوديو.